Good morning, everyone. صباح الخير عليكم جميعا. Welcome again to English class. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية لحصة اللغة الإنجليزية. This is teacher Amani. معاكم Miss Amani. واليوم إن شاء الله تعالى we will start with the grammar section. بدنا نبدأ مع بعض إن شاء الله تعالى بقسم القواعد in unit 10 في الوحدة العاشرة. عنوان درسنا لليوم في القواعد هو Describing Words. Again, Describing Words. Describing Words. معنى Describing Words أحبائي الحلوين كلمات الوصف. Describing معناها وصف. Describing الوصف. Words أحبائي الحلوين تعني كلمات. الآن Describing words كلمات الوصف. الآن لحتى أذكركم ب Describing words شوي لأنه إحنا أخذناها بأكثر من طريقة. رح أبدأ معاكم ب Weather words كلمات الطقس. لما كنا نستخدم كلمات لوصف الطقس بأنه حار أو بارد كنا نحكي cloudy غائم. إذن describing words هي عبارة عن كلمات أنا بستخدمها لوصف شيء معين. أخذنا سابقا عن كلمات نستخدمها لوصف الطقس hot حار cold بارد cloudy غائم sunny مشمس وغيرها من الكلمات. اليوم إن شاء الله تعالى بدنا ناخد مع بعض describing words كلمات لوصف الشخص. تمام؟ لو أنت بدك تتحدث عن نفسك أو أنت بدك تتحدثي عن نفسك عن أصدقائك عن أحد من أحبائكم كيف بتقدروا توصفوهم من ناحية الحجم من ناحية المظهر من ناحية أيضا الكالر اللون. تمام؟ إذن درسنا لليوم Describing words كلمات لوصف الشخص. أوكي؟ الآن أحبائي الحلوين نقدر كمان نسمي Describing words مسمى تاني وكل ياتكم بتعرفوا واللي هو Adjectives. Adjectives صفات. Adjectives. إذن درسنا لليوم بنتعلم مع بعض كيف نستخدم مجموعة من الصفات لوصف الأشخاص. Let's start. خلينا نبدأ مع بعض. أوكي. الآن لحتى تكون الأمور واضحة بالنسبة لنا اخترت 3 sentences ثلاثة جمل. كل جملة إن شاء الله تعالى رح نوضحها ونحكي مع بعض عن نوع الdescribing word أو الadjective الموجودة فيها. بالبداية أحبائي الحلوين ضروري كتير نعرف إنه كلمات الوصف أو الصفات نستخدمها للحديث عن اسم. نستخدمها للحديث عن اسم. تمام؟ يعني بنوصف اسم noun. إذن تستخدم الadjectives الصفات أو الdescribing words كلمات الوصف the same meaning نفس المعنى يستخدمون لوصف الناون. الناون الحديث عن الناون واللي هو الاسم. أوكي. الآن أحبائي الحلوين عندي 3 sentences رح أبدأ معاكم بsentence number 1. الجملة الأولى بتقول He is happy. هو سعيد. Happy. He is happy. هو سعيد. سعيد. الآن أحبائي الحلوين كلمة happy سعيد
هي describing word أو adjective، بحكي عنها صفة. صفة استخدمتها لوصف اسم. لمين استخدمتها؟ لأوصف مين؟ لأوصفه هو. He. إذن he is happy، هو سعيد. هو سعيد. Happy describing word، كلمة وصف استخدمتها للحديث عنه هو، يعني ولد. تمام؟ أوكي، إذن هو سعيد. سعيد. أوكي. Sentence number two، الجملة الثانية بتقول She is fat. She is fat. هي سمينة. سمينة. She is fat. هي سمينة. الآن كلمة الوصف عندي، describing word الموجودة عندي هي fat. إذن بعتبر كلمة fat adjective أو منسميها describing word. أوكي. Fat يلي معناها سمين استخدمتها لوصف مين؟ هي البنت. She. excellent. إذن استخدمتها لوصف noun، اسم. Noun، اسم. أوكي. Number three. The cat has a long tail. The cat has a long tail. القطة لديها أو تمتلك ذيلا طويلا. Long tail. Long tail. ذيل طويل. الآن عندي كلمة long. Long. طويل. طويل. هي كلمة وصف أو adjective، صفة. استخدمتها لحتى أوصف القطة. No. استخدمتها لحتى أوصف ذيل القطة. إذن مين الطويل؟ شو هو اللونج؟ التيل، الذيل. excellent. فالقطة لديها ذيل طويل. استخدمت كلمة لونج، كلمة لونج طويل، لحتى أوصف التيل واللي هو الذيل. ذيل. أوكي. أضفت جملة رابعة. She has green eyes. She has green eyes. She has green eyes. هي تمتلك أو لديها عينان خضراوان، يعني عندها عينين لونهم أخضر. أوكي. الآن استخدمت كلمة green. green. واتفقنا أحبائي الحلوين جميعنا في حصص سابقة إنه جميع الألوان صفات. صفات. جميع الألوان صفات. إذن كلمة green أخضر هي عبارة عن describing word أو صفة. صفة. green. green eyes. الآن she has green eyes. هي تمتلك عينان خضراوان. الآن مين اللي لونهم أخضر؟ هي البنت؟ نو. عينيها. عينيها الخضراوان. She has green eyes. عينان خضراوان. إذن الجرين هم الايز. زي كيف التيل هو اللونج، الذيل هو الطويل، هنا العينين هم الخضراوين. أوكي. الآن ضروري كتير نعرف أحبائي الحلوين إن الصفات ممكن تكون للحديث عن feeling شعور، أو size حجم، أو look مظهر، بالإضافة إلى color لون. خليني أوضح لكم بالضبط قصدي. تمام؟ الآن القصد من المعلومة يلي حكيتها هو إنه الصفات إلها هدف
من استخدامها. ممكن هذا الهدف يكون للحديث عن مشاعر feelings، زي لما حكينا he is happy happy. إذا شو مشاعره؟ سعيد. وصفنا مشاعره بأنه سعيد. ممكن يكون هدفها الحديث عن size الحجم، فمنقول fat أو thin ممكن. تمام. الآن الهدف الثالث أو الغاية الثالثة من استخدام الـ describing words إنها تتحدث عن اللوك، المظهر. ومظهر ذيل القطة طويل طويل، أوكي. ممكن يكون short قصير، أوكي. ممكن يكون heavy، ممكن يكون light. تمام، أوكي. الآن والهدف الرابع والأخير هو الكالر، اللون. فحكينا she has green eyes، هي لديها عينان خضراوان. أوكي. الآن أحبائي الحلوين، بدنا نتعلم مع بعض موقع الصفة في الجملة وين بيكون. موقع الصفة في الجملة الـ describing word وين بيكون؟ أول شيء أحبائي الحلوين بيحكي لنا إنه الصفة الـ describing word أو الـ adjective تأتي بعد فعل من أفعال البي. شو قصدنا بفعل من أفعال البي؟ يعني بتيجي بعد is أو am. ما رح نستخدم are لأنه are ما بستخدمها لحتى أتحدث عن الشخصية مثلا، فخلينا على is و am. إذا تأتي الصفة آسفة في الجملة بعد فعل من أفعال البي. من هم أفعال البي اللي إحنا قصدنا عنهم؟ is و am. شوفوا كيف هاي is موجودة في الجملة، شوفوا كيف إجت الصفة بعديها مباشرة. تمام. Sentence number two, she is fat. هي is موجودة واللي هي فعل من أفعال البي، إجت الصفة بعديها مباشرة fat. إذا أول موقع لا الصفة في الجملة إنها بتيجي بعد فعل من أفعال البي، إما is أو am. أوكي. الآن الموقع الثاني لإلها قبل الاسم الموصوف، يعني قبل الاسم اللي بدها توصفه أو تحكي عنه. شوفوا كيف تيل، تيل هي بدها تحكي long، كلمة long بدها تحكي إنه الذيل طويل. تمام. تيل اسم، اسم noun. تمام. هي اللي بدها توصفه فأجت قبله. تمام. إذن الموقع الثاني لا الصفة أنها تأتي قبل الاسم الذي تريد وصفه أو تتحدث عنه. شوفوا مثلا كلمة green اللي هي صفة أخضر، استخدمناها لحتى نحكي عيناني خضراوان، فإجت قبل كلمة eyes. eyes. تمام. إذن موقع الصفة في الجملة إما بعد فعل من أفعال البي اللي هم الإز أو الآم، أو ممكن إنها تيجي قبل الاسم يلي بدها تتحدث عنه. تمام لهون؟ Very good. Let's move now to page 71. لننتقل الآن إلى صفحة 71 من كتاب الطالب، وبهذا الصفحة أحبائي موجودة جميع الجمل يلي أنا استخدمتها. تمام؟ رح أقرأ معاكم الجملة اللي فوق. Describing words يعني كلمات الوصف. A describing word tells about a noun، يعني كلمات الوصف، كلمات الوصف تخبر عن الاسم، وهذه المعلومة حكيناها. تمام. الآن some describing words tell about the feelings، the lock, the size, and the color. Again, مرة تانية. Some describing words tell about the feelings, the lock, the size, and the color.
بعض كلمات الوصف تخبر عن المشاعر، تتذكروا كلمة happy. The look المظهر زي كلمة long. The size الحجم زي كلمة fat. And the color واللون مثل كلمة green. تمام، الآن he is happy، هو سعيد. happy حكينا عنها. She is fat، هي سمينة، حكينا عن fat. The cat has a long tail، حكينا عن long. long. خلينا نشوف Sammy has blonde hair. Sammy has blonde hair. Sammy يمتلك أو لديه شعر أشقر. blonde أشقر. blonde أحبائي صفة، describing word استخدمتها لحتى أوصف شعره لسامي. الهير hair blonde hair شعر أشقر. وشوفوا كيف أحبائي الحلوين جاءت الصفة هنا وين؟ قبل الاسم اللي بدها تتحدث عنه. تمام؟ طيب دانا has green eyes، حكينا عن green. تمام، خلينا نشوف This house is big، هذا المنزل كبير. شوفوا كيف كلمة big كبير واللي هي الصفة أو الأدجكتيف إجت وين؟ بعد فعل من أفعال البي واللي هو الإز. The last one I am afraid، أنا خائف. I am afraid خائف. afraid أحبائي الحلوين صفة describing word، وين جاءت؟ جاءت بعد فعل من أفعال البي واللي هو am. am. أوكي، إذا الصفات المستخدمة في هذه البيج في هذه الصفحة happy، fat، long، blonde، green، big، afraid. Okay. That's all for today. هذا كل شيء لليوم. I hope it was easy and clear. بتمنى انه كان سهل وكمان واضح بالنسبة لكم. Thank you for listening. Thank you for watching. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم. See you next time ان شاء الله تعالى. الى اللقاء.